بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. أشكر الدكتورة والسادة على مساهمتهم وحضورهم واستمرارهم بكل جدية في أداء واجباتهم. مرة أخرى نقول هاي حكومة تصريف أمور يومية، لكن حكومة لا حد يتصور أنها يعني حكومة لا تتمتع بصلاحيات ولا تقوم بأعمال، وإنما عرفنا ووصفنا في الجلسات السابقة مهام هذه الحكومة أن لا تستحدث أمر جديد يكون على حساب أو عقبة في أمام برنامج الحكومة القادمة. اتفاقات دولية جديدة، استحداثات جديدة، تعيينات بمناصب عليا جديدة، لكن كل ما هو في السياق، كل ما هو جاري فيستمر جاري، لذلك هي أمور يومية. والحقيقة يعني أنا شخصيا إحنا فرحين أن البلد أصبحت به ضوابط، مهما بدأ أن هناك أزمة وتعقيدات وصعوبات، لكن في النهاية هناك حلول، هناك حلول وهناك دستور يستظل به الجميع، يستلم منه الخطوات الواجب اتباعها. فماكو اجتهادات فردية مطلقة، نعم اكو اجتهادات كثيرة لكن في إطار الدستور وتحت سقف الدستور وليس خارجه. الدستور والأعراف والتقاليد في العراق حددت مسالك لطريقة تشكيل الحكومة الجديدة. طبعا المرة الأولى يستقيل رئيس وزراء، لكن هذه أيضا ليست يعني بعيدة عن توضيبها وتوصيفها ووضعها في مسارات صحيحة ممكن الاستدلال عليها ببساطة وبثقة وبأصولية كاملة حتى نقدر نمشي في هذا الطريق. أولا خلينا نزيد فرد لبس معين، يقال بأن 15 يوم يصبح هناك فراغ وخلو منصب، هذا غير صحيح. خلو المنصب يحصل عندما يغيب رئيس الوزراء، وبالتالي لا يوجد خلو منصب لا يوم الخميس ولا بعد يوم الخميس. والمرة السابقة شرحنا أن هذه الحكومة تستمر لحين تشكيل الحكومة الجديدة وتسليمها المهام، لأن لا يمكن تصور بأي شكل كان، لا يمكن تصور وجود فراغ إداري أو سياسي أو أمني أو حكومي في أي بلد من البلدان، هذا لا يمكن تصوره. والدساتير والقوانين تحرص فعلا على أن لا يكون هناك أي فراغ من أي بأي شكل كان. فبعض الاجتهادات الموجودة خارج الدستور، وإحنا نسأل دائما القضاء والمحكمة الاتحادية في كل خطوة نقوم بها في هذا الاتجاه. فبالتالي هذه الحكومة مستمرة بأعضائها ورئيسها لحين تأسيس أو تشكيل الحكومة الجديدة، إلا إذا أراد رئيس الوزراء أن يترك الموقع لأي سبب أو أي حادث يحصل يحدث هذا الخلو. لكن ما دام الأقدار هي بالشكل الحالي الموجودة، فبالتالي هذه الحكومة برئيسها مستمرة لحين استلام الحكومة الجديدة لمسؤولياتها. أيضا الشيء المفرح والجيد هو أن هناك سياقات لتشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيسها وتمكينها خلال 30 يوم لاختيار مجلس وزراء. أعتقد الآن وبالتشاور المستمر مع السيد رئيس الجمهورية ومع كل من له علاقة بهذا الموضوع، خطاب رسالة مجلس النواب بالأمس إلى السيد رئيس الجمهورية يفتح الطريق الصحيح لاختيار رئيس وزراء. فأعتقد خلال هذه الفترة، خلال هالأيام هالساعات، ممكن فعلا أن نصل إلى أن السيد رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء. الكتاب اللي أجى مبارحة من مجلس النواب إلى السيد رئيس الجمهورية يحدد يعني جواب على ان كتاب
المرقم 2535 يحدد الكتلة الأكبر اللي مرسل في 12/2018 والذي على أساسه تشكلت هذه الحكومة، والذي يقول فيه إشارة إلى كتابكم المرقم في 15/12/2019 يعني قبل يومين، سبق وأن تم إعلامكم بالكتلة النيابية الأكثر عددا في مجلس النواب بموجب كتابنا بالعدد ميم راء 2535 في 12/2018، وعلى أساسها كلفتم مرشحها رئيس الوزراء المستقيل السيد عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الحالية. هذا الكتاب. الكتاب في 12/2535 أيضا واضح في مضامينه، الذي يقول فيه اللي أيضا من رئيس مجلس إلى رئيس الجمهورية: بناء على ما أعلنته التحالفات السياسية المدرجة أسماءهم في القوائم المرفقة طيا في الجلسة الأولى لمجلس النواب، اجتمع رؤساء الكتل السياسية التي سجلت على أنها الكتلة الأكبر، رشحت شخص واحد هو السيد عادل عبد المهدي لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، لذا نرجو تكليفه بتشكيل الحكومة استناداً للمادة 76 أولاً من الدستور، والتي تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. نعم، هي صادرة من مجلس النواب، المرسلة الآن مجددة، الآن مرسلة إلى رئيس الجمهورية. إما هذه الكتلة، صحيح هناك بعض الإشكالات، لكن هذه الكتلة تضم القوى التالية. هذه الكتلة الأكبر اللي سجلت نفسها في أول جلسة لمجلس النواب واللي مرسلة في 12/2018، فيها كتلة السائرون، الحكمة، تحالف القرار العراقي، تحالف الفتح، العقد الوطني، النهج الديمقراطي، الأنبار هويتنا، صلاح الدين هويتنا، تحالف بغداد، نينوى هويتنا، حزب الجماهير الوطنية، ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية، اتحاد صلاح الدين، المشروع العربي، بيارق الخير، والعراق هويتنا. هذه تشكل كتلة جدا كبيرة في أعدادها. فالآن أعتقد السيد رئيس الجمهورية عنده طريق واضح في الاتصال بهذه الكتل ومعرفة من لا يزال في إطار هذا التحالف، وحساب الأعداد، وحساب الأعداد أمر سهل، لح يشكل عنده رقم واضح أن إذا كلف شخص مرشح من هذه الكتل سيكون مرشح ممكن طرحه على مجلس النواب. هذه هي المهمة الدستورية، هاي مهمة دستورية. لاحقا مجلس النواب أولا على رئيس الوزراء المرشح أن يختار حكومته خلال 30 يوم، إذا نجح يعرضه على مجلس النواب، إذا مجلس النواب صوت بالثقة يصبح الأمر دستوري. أعتقد هذه الواجبات الدستورية المناطة برجال مثلنا في المسؤولية، يعني أمام رئيس الجمهورية أو أمامنا إحنا كمجلس وزراء أن نتبع القوانين، نتبع الدستور، وبالتالي أمامنا سياق دستوري واضح. وأعتقد المهمة أصبحت أسهل الآن وأوضح الآن مع وجود هذه الأسس للعمل بموجبها، وحقيقة هذا أمر جيد مفرح أن العراق يمتلك أدوات وسياقات قانونية وأصولية ودستورية للخروج من أزماته، وهذا هو المطلوب حقيقة في بلد دستوري. فإذا ما رشح رئيس وزراء، وإن شاء الله يرشح، وإذا ما نجح رئيس الوزراء أيضا في تشكيل حكومته، وإن شاء الله ينجح، وإحنا رح نساعد بكل ما نقدر له على إنجاح هذه المهمة، سواء بالاستماع إلى رأي الجمهور العراقي، مراكز الرأي في العراق، أو انسجاما مع السياقات النيابية والدستورية القائمة. سنساعد تماما في هذا الموضوع. احنا الموازنة جاهزة، ممكن أن تسلم، وممكن الحكومة الجديدة أن تقدمها بشكل مباشر. هناك عدد مهم من الترتيبات بما في ذلك المنهاج الوزاري، البرنامج الوزاري، أي طرف ممكن أن يستلم المسؤولية. كما احنا استدلينا بالمناهج السابقة في 2018، ممكن أيضا أن تساعد في تشكيل أو تكوين أو كتابة المنهاج الوزاري
الجديد، لا أحد يبدأ من الصفر، لكن قد يكون هناك بصمات، قد تكون هناك توجهات جديدة أمام رئيس الوزراء الجديد وأمام الحكومة الجديدة. وبالتالي هذا أيضا إحنا كنا عون وسند للعملية السياسية، وخصوصا في هذه الظروف لانفتحت بها آفاق جديدة أمام العمل السياسي لكي نتقدم كثيرا. هذا فيما يخص تشكيل الحكومة. الحكومة الحالية مع ذواتكم أنجزت أعمال كثيرة، طالما عددنا الإنجازات التي حصلت فيها، وإحنا بصدد وثيقة شاملة كاملة بإنجازات الحكومة خلال السنة الماضية في كافة مرافقها. هناك إنجازات جدا مهمة خلال عام أنجزت في العلاقات الخارجية، في العلاقات الداخلية، في الاقتصاد، في كل الحقول حقيقة هناك منجزات جيدة وأنجزت بشكل واسع. مثلا الآن أمامي، وأعتقد هذا التقرير في 15-12، يعني تسويق الشلب الرز، يعني إحنا مستلمين حوالي 150 ألف طن من الرز من الشلب، يعني هذا 3 مرات أكثر من العام الماضي لحد الآن، وهذا الرقم رح يزيد 4-5 مرات، يعني قد نصل إلى 700 ألف طن، قد نصل إلى 800 ألف طن، لأما مزروع حوالي 1 مليون دونم تقريبا، هكذا تؤكد وزارة الزراعة. ما كان مزروع عندنا في العام الماضي أقل 20 مرة، أكثر من 20 مرة مما مزروع في هذا العام. لا حد يقول هذا مو منجز كبير، هذا منجز تاريخي حقيقة، وهذا رح يشغل أيضا عدد كبير من المجارش، والمجارش تشغل عدد كبير من الأيدي العاملة، وعندما تشتغل المجارش تشتغل معها قطاعات واسعة من الخزن والنقل والميكانيك والإصلاحات والتسويق والتجار. فهكذا تنهض البلدان، البلدان ما تنهض أن الوزارة تصير هي رجل الأعمال، أو الوزارة تصير هي التاجر، أو الوزارة تصير هي المنتج. الدول تنهض عندما الوزارات تصبح راعية ومنظمة لحركة السوق ولحركة المصالح الخاصة، كيفية دفعها وتنشيطها حتى تتقدم إلى الأمام. الجيد والمهم، وإن شاء الله الحكومة القادمة تحافظ عليه، هو أن السبب الرئيس في هذا النشاط الزراعي، احنا شفنا نهضة كبيرة في القمح، يعني الإحصاءات المتقدمة من وزارة الزراعة تتكلم عن 5 مليون طن مع البذور، أن هذا أيضا سبب رئيس بي هو دفع المستحقات إلى المزارعين والفلاحين. هذا يشكل حافز في الأعوام القادمة، حتى لو ماكو مياه، حتى لو هناك شحة في المياه، المزارع سيندفع للقيام بواجباته، للقيام بتذليل الصعوبات الموجودة عنده حتى يقدر أن ينتج هذه الكميات، لأن السعر جيد مجزي ويسد النفقات ويساعد على استنهاض قطاع الزراعة، وهذا القطاع من أهم القطاعات في العراق. إذا استنهضنا الزراعة حقيقة بالإمكان استنهاض الثروة الحيوانية، وإذا استنهضنا الزراعة والثروة الحيوانية بالإمكان استنهاض الصناعات التحويلية والصناعات الخفيفة وقطاعات واسعة تجارية وخدمية وفي النقل وفي البنى التحتية، كلها تسبب بسبب تنشيط القطاع الزراعي، ناهيك عن أثر القطاع الزراعي على نسبة لا تقل عن 60% من سكان العراق، وتأثيرها في حياتهم اليومية وفي استقرارها وفي عدم الانتقال من المدن. على العكس، ممكن أن يشكل مع الترهل الموجود في دوائر الدولة والتضخم الموجود في ديموغرافيات المدن إلى حركة عكسية، وهذا أمر مهم للغاية. هذا التطور الموجود اليوم في الشلب، ومع عشرات الصناعات والمنتجات الزراعية والحيوانية اللي أصبحنا نعتمد فيها على إنتاج العراق وليس على الاستيراد، في الحقيقة حرك الأسواق خلال العام الماضي بشكل واسع. احنا طلبنا من مجموعة من الإخوة أن يحضرون لنا دراسة فيما يخص أثر الأحداث الأخيرة على الاقتصاد الوطني العراقي،
يعني ما حصل من 1/10 إلى الآن. طبعا هناك أثر كبير وأساسي وهو وقوع ضحايا وجرحى، وهذا أمر حقيقة يؤسف له كثيرا وعلينا معالجته، وشكلنا لجان تحقيقية وسنستمر في متابعة هذه الأحداث للوصول إلى نتائج حاسمة ودقيقة، ولعل استقبال سماحة السيد السيستاني لجرحى القوات المسلحة أيضا فيه إشارات مهمة لطبيعة الأحداث التي حصلت في العراق، ويجب على الجميع وضرورة أن يقف الجميع وقفة واحدة لمعالجتها. لا يوجد طرف مقابل طرف، وإنما كلنا طرف واحد، نتفهم الصعوبات الموجودة، نتفهم ما حصل، الأخطاء التي حصلت يجب الاعتراف بها، المسؤوليات يجب أن تحدد، إذا كان هناك أي مسؤولية يجب أن نكون شفافين أمامها ونكشفها مهما كان موقع المسؤول. على كل حال، هذا الجانب المجتمعي والذي يتعلق بالضحايا هو أمر مهم مستمرين إحنا به مع القضاء وحتى داخل الدولة وفي المؤسسات الأمنية، وهناك عدة لجان تحقيقية في كل حادثة تحصل نحن نشكل لجان تحقيقية ونحاول أن نصل فيه إلى الحقيقة. لكن أيضا دراسة الآثار الأخرى للأحداث، هناك آثار على أكثر من صعيد. طبعا هناك، تكلمت أنا عن الضحايا في الأرواح والجرحى، هناك ما حصل في المستشفيات. الرقم المهم اللي حبيت أن ألقي اللي هو بدلائل كبيرة، إحدى الدراسات اللي قدمت تتكلم عن تقدم غير مسبوق في القطاع غير النفطي للفصول الثلاثة الأولى، يعني الفصل الأول 3 شهور الأولى، الفصل الثاني 6 شهور الأولى و9 شهور. يتكلم عن إذا استبعدنا النفط وتابعنا تطور الناتج الوطني الإجمالي، فهو كان 32.8 تريليون دينار في الفصل الأول، الإنتاج الناتج الوطني الإجمالي غير النفطي، وفي الفصل الثاني كان 37.1، الأول 32.8، الثاني 37.1 تريليون دينار، الفصل الثالث 40 تريليون دينار. هو حتى نحسب إش قد تقدمنا أو تأخرنا خلال الفصل الأخير، إش قد أدت الأحداث إلى نوع من التأخر خلال الفصل الأخير. الملفت للنظر، وهذا إنجاز كبير للحكومة، أن معدل التطور في القطاع غير النفطي، وهذا هدف كبير بالنسبة للعراق، هو 22%، هو 22%، وهذا منجز كبير للغاية، عليكم أن تفتخرون به، أنتم حققتوا هذا الشيء، مع شعبنا حققنا هذا الشيء. 22% في تطوير الناتج الوطني الإجمالي خارج القطاع النفطي، هذه خطوة جبارة غير مسبوقة. هذه ما تعتمد على زيادة أسعار النفط أو على زيادة أسعار النفط، هذه تعتمد على زيادة الإنتاج الوطني بكل ما يعني هذا من فرص عمل. الآن توقف معرض بغداد، خسرنا، انسحبوا مستثمرين، خسرنا، توقفت مشاريع، خسرنا، لكن ننتظر نتائج الفصل الرابع حتى نعرف تقدير الدراسة. إذا انخفضت ب50% موارد الفصل الرابع، ستكون الخسارة بحدود 17.4 تريليون دينار عراقي خسارتنا بسبب الأحداث. هذا فقط في الجانب الاقتصادي، بدأ أتكلم عن الجانب البشري في هذا المضمار. فأعتقد هذا أمر ملفت، الحكومة في نهاية عمرها عليها أن تعرف أنها حققت في هذا، وهذا جانب لا يقبل الجدل، حققت تقدم كبير جدا في الناتج الوطني الإجمالي. وإذا جينا إلى الأشهر الفصول، نلاحظ كيف تقدمت من 31 إلى من 32 إلى 37 إلى 40، أن الخط صاعد. فلو استمرينا في الخط الصاعد في العام الأول، في العام الثاني إن شاء الله أيضا نستمر في الخط الصاعد، كما ذكرنا قبل قليل عندما نوسع الإنتاج الزراعي، ومع الإنتاج الزراعي
نوسع الإنتاج الصناعي والإنتاج التحويلي، مع الإنتاج التحويلي والصناعي الاقتصاد يتحول بفعل عوامل المضاعف والمسارع المعروفة اقتصادياً، فكان بالإمكان مع دخول الاستثمارات الجديدة فعلاً أن نحقق تحول نوعي، تحول مهم في الواقع الاقتصادي العراقي. وعندما يتحول الواقع الاقتصادي العراقي تتحول سلسلة من الأمور في كافة المجالات الأخرى المجتمعية، في العمالة، في حتى في مسألة الفساد، في أمور كثيرة أخرى. حبيت أنا فقط أخليكم بهذه المجريات السياسية بتشكيل الحكومة أو ببعض الوقائع، لأن الحكومة حقيقة قد تكون في أسابيعها، في أيامها الأخيرة. وحبيت فعلا أن أقول أن نحن نغادر مواقعنا ونحن مرفوعي الرئيس، أدينا واجبات كثيرة كثيرة، وإن شاء الله في الوثيقة التي ستصدر عن إنجازات الحكومة خلال عام واحد سنجد كثير من التطورات النوعية التي حصلت خلال هذا العام. شكراً.